من مشاهدي الساد سبع واحدة بتقول انا اعمل انا وزوجي ونقوم بدفع العشور تماما كما قال الكتاب المقدس، عشر كل ما نملك، وان كان ما يدخل لنا كله نقوم بدفع العشور عليه حتى لو كان غير الراتب. وقد حدث مرة ان احتجنا لهذه العشور وقمنا بصرفها واصبحنا مديونين للعشور بمبلغ كبير تراكم علينا ونحن في اشد احتياج لهذا المبلغ. هل يصح ان نبدا من جديد بدفع العشور ام نقوم بدفع ما تم سحبه اولا؟ من اهم الاشياء في العطاء انك تدفع من احتياجك. لما تكون محتاج وتدفع زي الارملة اللي دفعت الفلسين اعتبرت احسن من الكل، لانها من اعوازها الدفع. دي اول نقطة. تاني نقطة عيب انكم تقدموا العشور لربنا بعد ترجع تسحبوها تاني. ده كلام الشغل للرجال واحدة ست اللي بتقول مش اتفاق بينكم وبين ربنا. ان كنتم مش قادرين قسطوا العشور اللي خدتوها شوية بشوية لغاية لما تدفعوها زيادة على الجديد، لكن ما تغلطش ربنا في الحساب. ربنا مش محتاج للعشور بتاعتكم، لكن ربنا عايزكم تبرهنوا ان كنتم ما بتحبوش الفلوس وما بتتمسكوش بيها من جهة، ومن جهة تانية انكم تحبوا المساكين والمحتاجين اكتر من محبتكم لانفسكم.